السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله الدكتور كريبان. يا مرحبا بك للا. كدير سيدي بخير؟ والله يبارك فيكم أختي. يا كل شيء بخير وكدير مع هذه الحالة هذه؟ والله حامدين الله شاكرين الحمد لله. الحمد لله والله القاسم إلا كطمنوا لنا قلوبنا ودرتوا فينا الإيمان القوي الحمد لله يا ربي والشكر لله. بارك الله فيك للا خديجة. والله إلا تنتمنى يدعي معنا يا ربي دوز إن شاء الله هذه المرحلة بخير وعلى خير يا رب يا رب. ويدعي معنا إن شاء الله الدكتور جيجي والدكتور كريبان والأستاذة مدام نعامي كلكم تبارك الله عندكم واحد دعوة مستجابة يا رب يا كريم يا رب. الله يعطيكم السر دعيوا معنا دوز هذه المرحلة إن شاء الله وراه مريضة أنا الحمد لله ولكن الحمد لله والشكر لله يا رب يا رب خديجة. وراه تخلعنا في هذا الشيء تخلعنا المهم بنتي راه مسكينه استاذه مرات يمشوا تيجوا راه مشطونين والحمد لله اللهم لك الحمد ودعي معنا الدكتور الله يخليك ويخلي لك وليداتك ويخلي لك الوالده يا ربي يا كلالي. وهاك هي بنتي هاك هي بنتي مرحبا مرحبا اهلا وسهلا الاستاذه فتيحه. لاله فتيحه مرحبا. السلام عليكم سي كريبان. اهلا استاذه بارك الله فيك لاله. الله يبارك فيك اسيدي لاله يخطيك والله الا تنشكركم بزاف 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 على الوعي اللي درتو فينا وعلى الثقافه اللي عطيتونا شكرا جزيلا 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 والله العظيم بارك الله فيك لاله. ربي يخليك ربي يخليك دكتور الله يخطيك. لاله فتيحه لو حكيت لنا التجربه والنفسيه ديال الرجال ونساء التعليم في ظل هذه الظرفيه هذه. وما نقول لك احنا زعما هاد الوقيته احنا مع التلامذ وبغينا زعما نعطيهم اكثر من هاد الشيء اللي عندنا ولكن مع هاد الظروف وهاد الشيء زعما ما عرفنا ما نديرو زعما واحد الارتباك مرتبكين ما نقول لكش. مشينا نيت اليوم مع الصباح للمدرسه شفنا اشنو كاين هذا دابا يلاه كنحاولوا نكونوا واحد اللجنه في المدرسه اللي غادي تكلف انها تقاد تمارين ولا دروس للتلامذ باش نصيفطوا لهم عن بعد ان شاء الله. ان شاء الله يا رب الله يوفقكم ان شاء الله. ربي يخليك لاله يخطيك بارك الله فيك لاله فتيحه وتحيه كبيره من خلالك لرجال ونساء التعليم. ربي يخليك ربي يخليك يا دكتور لاله يخطيك لاله يخطيك والله الا زعما شكرا شكرا جزيلا لاله فتيحه. اذا كان شي واحد التوصيه للتلاميذ ديالك دابا الان ربما كيسمعوا فيك باش توصيهم الان في البيوت ديالهم. هو التلميذات كلهم غادي نقول لهم يعتبروا راسهم ماشي في عطله خاصهم ضروري يديروا الدروس ديالهم ويقراوا ويتبعوا التعليمات ديال وزاره التربيه الوطنيه والتعليم العالي. نعم. بانه هذه الفتره راه هي فتره حاسمه لهم خاصهم يجلسوا في البيوت ديالهم يتبعوا الدروس ديالهم عن بعد وحتى الوالدين حتى هما ماشي ما يعتبروش باللي هذه حتى هي عطله ولادهم يخرجوا يلعبوا ولا شي حاجه بحال هكا لا يلزموا البيوت حيت هما الاطفال الصغار عرضه كثير كثيره كثيره بزاف لهذا الوباء. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الامه الاسلاميه اجمعين. المهم هما يديروا الاحتياطات ديالهم ويقراوا. نعم. ويقراوا. نعم هي. ربي يخليك شكرا لك للفتيحه شكرا ربي لك ربي يخليك. نعم انقطع الخط للأسف وتحية كبيرة لك لاله فتيحة ومن خلالك إلى كل رجال ونساء التعليم. وصدق من قال قم للمعلم ووفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. احنا الحمد لله عندنا ثقة كبيرة في رجال ونساء التعليم في بلادنا ورأينا الحمد لله ردود الأفعال ديالهم والحماس ديالهم انهم بغاو الوليدات يقراو بغاو الوليدات يفهموا بغاو يستعبوا. ولكن الحمد لله رغم هذه الازمه راه لا تبدو ازمه راه غير بين قوسين كتسمى ازمه. هذه راه غير غمامه صيف سرعان ما سوف تزول ولكن حينما تزول غنكونوا ان شاء الله قد حققنا واحد المجموعه ديال المكاسب عظيمه جدا. اول حاجه بعد هذه القضيه ديال التعليم عن بعد او التمدرس الرقمي يا ما كان يطالب بها عدد كبير ديال الناس وما كتنفذش ونفذوها غير بعض الناس فيما بينهم. وانا كنذكر واحد المدرسه في مراكش بالضبط انتم لاله فتيحه ولا خديجه من مراكش كان المستشفى تماشي وليدات صغار عندهم سرطان ولا يستطيعون متابعه الدراسه
فقامت بعض الأساتذة داروا مبادرة ودار لهم ما يسمى بالتعليم عن بعد، التمدرس الرقمي، كيعطي الطابلت وكيقول لي الدروس اللي فاتك في المدرسة انت في المستشفى فوق السرير وغتعلم. وفعلا اجتازوا الامتحان ونجحوا بتفوق، وكانت تجربة رائدة. وهذه تجربة احنا تأخرنا فيها، كان علينا شحال ندوزوا لهاد. انا اذكر لما كنا مازال في الشباب كان عندنا التلفزة المغربية الحمد لله كان فيها التعليم عن بعد. اذكر لما كنا في الثانوي وفي البكالوريا كنا نستفيد كثيرا، كانت التلفزة المغربية رائدة، التلفزة المغربية كتعشقها، كانت كدير برامج فائقة الجودة، كانت هناك برامج في الرياضيات، برامج في الفيزياء، برامج في الفلسفة، تحليل النص الفلسفي، برامج في تحليل النص الأدبي، برامج في تقويم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وغيرها، برامج كثيرة متنوعة. وكانت التلفازة المغربية عبارة عن مدرسة وجامعة، وما كانش غير التلاميذ بوحدهم كيستافدوا كذلك الاباء والامهات، وكل اللي ما كان عنده حظ للدراسه باش يتابعها في المدرسه لقى فرصه انه توا يستفيد. فهذه نعمه كبيره الحمد لله، ممكن ان نتقدم بها خطوات الى الامل. انا اعتبر بان كل ما يقع كل مخطط له من السماء، وان الله تعالى لا يفعل الا خير، ولو اطلعتم على الغيب ما فعل ربكم الا خيرا. أسأل الله الكريم للا خديجة أن يحفظكم ويرعاكم ويحفظ للا فتيحة ويزيدنا وإياكم يقين ويزيدنا وإياكم إيمان. وأسأل الله ينشر الفرحة والسرور والبهجة والحبور، وتأتي الأرزاق وتأتي الفيوضات والعطاءات الربانية. فقط علينا أن نجدد إيماننا، وعلينا أننا قلوبنا تبقى تهفو إلى الرحمن، ونكثر من الدعاء ومن اليقين، وسوف نرى العجب العجاب، ولو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم إلا خيرا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.